ايه ده؟ اجيبه؟ لا تبي صوت بقى واحد؟ لا يا بنت ما تبطل التبات اللي فيك دي، هجيب كوبايه بتصبيل شويه. خلاص هديك بق بس تجيب 5 جنيه. ايه شويه ب 5 جنيه؟ ليه اللي بتاعي؟ انزل اجيب لي كنزايه يا ماما. هو ده اللي عندي اذا كان عاجبك. ابو رخام تمسكي مستغله. خد امسك. الغباوه اللي انا فيها دي، ده انا امبارح اصلا جايب 3 لتر سايبها في الثلاجه. خرب بيت. ايه ده؟ هي اللي كانت في الثلاجه دي بتاعتك؟ ما تعصبش نفسك بس استهدى بالله. لسه ما جاش في يوم يعطل لي مزاجي. الموال كل يوم، المواعين والقرف والزق. ايه ده؟ مين في كل غسل المواعين؟ هيكون مين يعني؟ كل حاجة بيحسبها. يعني ايه يعني؟ يعني غسيل المواعين كله على بعض كان شغل معلق وطباق يعني 200 جنيه. وحياة امك. خلاص الحساب. بس مش عايز تبسي يا اخويا؟